انما قولي لي يا نعمه، ازاي قدرت تخلي رحمه تحبك قوي كده مع انها ما كانتش طايقاكي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، انا فعلا رحمه صعبانه عليا من اول يوم دخلت فيه البيت ده، وعارفه ان انا وجودي اذيه ليها، بس ما كانش في ايدي حاجه اعملها حكم القوي بقى. على فكره ابوك يا نعمه هشام قال لي انك حامل. ايه ده، الف مبروك بجد يا نعمه، ربنا يتمم لك بخير. مبروك يا نعمه، بس انا اول مره اعرف يعني اشوف الدورة حابين بعض قوي باركل بعض كده. ده نصيب يا روسي، محدش بيهرب من نصيبه، وانا راضيه بنصيبي مهما كان. طيبه وبنت حلال.